اليوم السابع والعشرين من رمضان. Very happy to be here today on the concert of Ramadan talking about the house of God. The house of God that we are begging you to finish. غريبة الدنيا النشحة لمن خلقنا والنشحة لمن رزقنا والنشحة لمن أعطانا الحياة. غريبة هذه الدنيا وأن نضل بأموالنا على الله سبحانه وتعالى. Very strange this life. We beg for the one who created us from nothing. The one who gave us the risk. The one who gave us the life. And the one who gave us everything. Very strange this life. Then we come back and say, oh, we don't have money for you, Allah. You and what you have is for Allah. Me and what you have is for Allah. غريبة الدنيا. I'm very very, I'm سعيد جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن الشباب بدأوا هذا المشروع. Very happy to see the committee is made out of you, young people, like myself, like anyone of you. Okay? We save the money for car, we build the mosque. لو احنا يعني ما صرفناش أموالنا على الكار أو دراي كار أو جرين كار أو يلو كار whatever you want, car, ya habibi, car, we build the mosque. Yeah. Very serious. Very serious. Why should we stand and begging for the future of our children? احنا بنحدد معالم طريق اجيالنا احنا او ابنائنا. We're defining the way that our children will live. احنا ما عندناش مسجد خلاص. لكن احنا we invest our money only in a building, in a car, in a shop, in a corner shop, and that's it. يعني دلوقتي بنحاول نستثمر كل اموالنا اما في عربيه او في بيت او في شوب احنا بنعمله او في تجاره لكن ما بنستثمرش في اولادنا. المسجد هو مستقبل اولادنا. The mosque is the future. The future for our children. The future for our family. We complain about our daughters are running away from us. Or our boys and sons are running away from us. But there's no place to bring them together. أطفالنا بيجروا مننا عشان ما بنحضرهمش مكان يعيشوا فيه مع بعض نكلمهم ونعلمهم. ف أنا مش عارف نبدأ معاكم إزاي. هبدأ بأي حد يدفع أي حد. أي حد يدفع أي حد. There's no ceiling, there's no limit. من أراد أن يدفع لله ما يريد أن يدفع إن شاء الله يكون قرش واحد. No ceiling. Just start to break the ice. Who can be the first? كم؟ الناس فاعلين خير 800 باوند. 800 جنيه جزاكم الله خير. تكبير. الله أكبر. أي حد يدفع أي حاجة. عدل. Anyone pay anything. خلاص يا شباب الاخوات ما تنسوش انا شايف انكم في بعض الاخوات قاعدين ورا الساده. اي حد يدفع اي حد. يس 100 باوند. ها 100 باوند. 100 جنيه جزاكم الله خير. 100 جزاكم الله خير. انا في 100 وهنا في 100 جزاكم الله خير. 100 بسم الله ما شاء الله. 1200 من الشباب. ها 1200 1200 بسم الله. بس انت خدوا الاسماء محدش فيكم هيخرج من هنا. انا عارف لكم مفيش فطار. وينهم الشباب؟ وينهم الشباب؟ اوكي؟ في 1200 في الخلف. وين الشباب؟ في 100 و100 و100 مين تاني؟ كم سجلوا؟ شباب 100 تاني بسم الله ما شاء الله. يلا يلا احنا عندنا احنا ناقصنا 250000 جنيه. ها؟ دكتور شميم 100 بسم الله ما شاء الله. دكتور شميم 100 دكتور شميم 100 يلا يا شباب. مئتين يلا يا شباب. كنتوا سمين 100 هنا في 200 يلا يا شباب. يلا يا شباب الاخوات ممكن تبعتوا ورقه تقولوا انتوا عايزين تدفعوا 1000 2000 اسمعوا من بعضكم دايما انتوا عايزين. خدوا قاعده 50 بسم الله ما شاء الله. اتفضل 100 باوند دكتور هنا 100 باوند زي ما نسجله 50 50 هنا باسماء الناس كلها. يلا يا شباب يلا يا شباب. انا ده عندي الباوند. الله اكبر. انا عايز تعالى هات لي كوب جنبي. هات لنا كوب جنبي يا حسنين. هات لنا كوب واقف.
تعال ارقام يا حسنين. احنا هنبدا. في حد من الشباب قد قد اسمك ايه؟ عبد الرحمن. في حد قد عبد الرحمن؟ تعال 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 تعال. خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ ها مين تاني يا شباب؟ 100 150. كم تبرع عبد الرحمن؟ تعال هنا كم يا فرمية؟ كم تبرع عبد الرحمن؟ علي 100. فكير علي كباري 50. علي كباري 100. احنا بنبني المسجد لهؤلاء. We're building the mosque for those children. عشان صور عين هنا. أول إيه؟ أول صاير. عادي عادي. تاني شباب. هلا شباب بسم الله ما شاء الله. 215 هلا شباب مين تاني؟ ها؟ عمر 100 تاني بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. مين تاني يا شباب؟ ها؟ 200 بسم الله ما شاء الله. هنا هنا 200 فيصل فيصل. ها يا شباب مين تاني؟ هلا شباب الافطار جاي الملائكه بتعد. And is accounting the money and it is accounting the people who are paying the money. مين تاني يا شباب؟ 100 بسم الله ما شاء الله. عدد 100 محمد عبد الله. من 50 بسم الله ما شاء الله. سجلنا 100 بسم الله ما شاء الله. 100 بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. 50 يلا شباب. النساء 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 يلا كمان منكم يا شباب يا اخوان. ليه؟ واحد ثاني يا جماعه؟ المغرب جاي. الاذان حين. There's a car. If you want to give a car, Visa card. في واحد في هنا يا شباب. كم؟ فيزا كارد في معنا كم ماشين؟ ها؟ فيزا كارد في ماشين. لا خلاص هيجي في معنا في معنا ماشين ماشين عشان ال 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 الكارد. بقول لك اللي جاي مش معايا فكه ومعاك الفيزا كارد معانا كل حاجه هنا موجوده. يلا يا شباب مين تاني؟ الاخوات. هاي يا اخوان تعال يلا قول لا جيب اخوان 50 50 باوند. جزاك الله خير. وشيف اللي يسلمك ونعمل لك تكت. يلا بسم الله بسم الله. اللي يسلمك ونعمل لك محمد استقنى وشيف استقنى منار منار وحمود 50 جنيه. جزاك الله خير. تعال 50 تعال هنا حمود. يلا يا شباب لسه في ناس ما دفعوش. لسه في ناس ما دفعوش. 50 125 اي حاجه ادفعوا اي حاجه. يا شباب مين تاني يا شباب؟ زي كده كل اسماء الاخوات لسه جاي لك ما رضاش. الاخوات الاخوات سيستر ذا باك بريد تو سي ذات يو ار بيتي ذا براذر. في حد تاني يا شباب؟ الاخوان حد دخل عندهم؟ طيب الاخوان انا انتظرك يا اخوان. يا ام يوسف. يا ام يوسف. يا ام يوسف. طلعت ذهب يا ام يوسف. خلاص. طيب. حاجة ثانية؟ في ذهب من الاخوان اهو، حد عايز يشتريه؟ دي جبنا ذهب. حد عايز يشتريها يا شباب؟ دي غويشة ذهب. عيار 21 يعني؟ هنيجي؟ عيار 21 لزوجتك لبنتك لحبيبتك لخطيبتك. اه طب في ذهب جايبكم يا اخوان عايزين تشتروه. الزبده الجديده
الحمد لله بعد 1400 جنيه جزاكم الله خير واكرمكم الله وان شاء الله لن نتوقف اليوم ونقوم بسكوب today because we need to understand how the problem carry on جزاكم الله خير السلام عليكم.